يحكى أن ملكا كان له وزير يردد دائما عبارة كله خير. وذات يوم قطع إصبع الملك، فقال له الوزير كله خير، فغضب الملك، فأين الخير في قطع إصبعه؟ وقرر حبس الوزير في زنزانة. ورغم ذلك قال الوزير مجددا كله خير. وكان من عادة الملك أن يذهب في جولة كل جمعة ليرفه عن نفسه، وذهب في إحدى الجولات إلى أحد الأماكن، وكان يسكن المنطقة مجموعة يعبدون الأصنام، فأمسكوا به وقرروا تقديمه قربانا لصنمه. وحين هموا بذبحه وجدوا إصبعه مقطوعا، فأجمعوا أنه لا يليق بصنمهم أن يقدموا له قربانا ليس كاملا، ثم أطلقوا سراحه. وفور رجوع الملك توجه لوزيره الذي سجنه وأخرجه من الزنزانة وحكى له القصة، ثم سأله إن كان الخير لي في نجاتي منهم بسبب إصبعي، فأين الخير الذي وجدته أنت في السجن؟ فقال له الوزير: وجدت الخير بأني لم أذهب معك اليوم، وإلا كنت أنا القربان المقدم للصنم اليوم. كله خير، هذه هي حياتنا، وهذه هي قصتنا، ونحن جميعا نمثل ذاك الملك